حالة الحزب هي على ما يرام؟ حالة الحزب في حالة انتظار، وهذه الدورة دورة أساسية بقوا فيها واحد المجموعة نقاط عالقة مرتبطة بالتنظيم، واللي تنتمناو داخل هذه الدورة الإخوان الحمد لله داخل الحزب أصل ومعاصرة كلهم تيبينوا على روح المسؤولية ديالهم والتضامن مع القيادة ديالهم ومع جميع العضوات والأعضاء ديال المجلس الوطني، وتيحترموا بعضياتهم، وغادي يكون نقاش مستوى عالي كما جرت العادة داخل الدورة ديال المجلس الوطني، ونتمناو نخرجوا بنتيجة جيدة فيما فيه خير أولا للحزب وثانيا لبلادنا. ذكرنا بالتاريخ والمكان. إن شاء الله نهار 26 مايو، هذا تاريخ قرره سكرتارية المجلس الوطني، يقدر يكون فيه تعديل بسيط لأن في رمضان تيصعب علينا باش نحددوا التاريخ، وكي تتعرفوا نهار 10 رمضان كاينة الذكرى ديال وفاة سيدنا محمد الخامس الله يرحمه، ويمكن لنا نغيروا التاريخ، ولكن غادي تكون إما لو 26 إما لو 27 مايو. سيدة الرئيسة، في هذا الاجتماع هذا الاستثنائي، هل غيبت في الاستقالة ديال الأمين العام؟ لا، هي باش نعاودو نحطو الإطار ديال هذه الدورة الاستثنائية. هذه الدورة الاستثنائية جات كتنفيذ قرار الدورة 22. الدورة 22 آنذاك كانت نقطة سميتها إخبار عن استقالة السيد الأمين العام. السيد الأمين العام خبر المناضلين، خبر أعضاء المجلس الوطني بأنه قدم استقالته وعطى الأسباب ديال الاستقالة آنذاك، وحنا طلبنا باش يبقى معنا، وكانت رغبة باش تبقى وحدة الحزب ويبقى معنا سيد الأمين العام، لأن من المؤسسين ومن الناس اللي عندهم واحد الوزن داخل، واحد الاحترام داخل الحزب. وقررنا جميعا باش غادي تدار واحد اللجنة اللي هي غادي تبت في السيناريوهات ما بعد الاستقالة سيد الأمين العام. دونك البت في الاستقالة سيد الأمين العام ماشي اختصاصات المجلس الوطني، هذا قرار ديال سيد الأمين العام. يقدر الإخوان والعضوات والأعضاء يعبروا على الإرادة باش يبقى سيد الأمين العام وتبقى الأوضاع وسميتو، كيف يقدر يتقترح واحد المجموعة السيناريوهات اللي ممكن وطبقا النصوص ديالنا بما فيه القانون الأساسي والنظام الداخلي. إذا المسؤولية كلها على سيد الأمين العام، واش غادي يستقل أو ما يستقل؟ هذه كي تتعرف الاستقالة ماشي هي إقالة. سيد الأمين العام تحد مطعن في الشرعيه ديالو، هو تبان ليه واحد الوقيته بان مستعد يمشي. اكيد انا النوايات سيد الامين العام السي الياس العمري ما يمكنش نعطيهم لكم، لان اولا ما عرفتهمش، وثانيا هذا السؤال خصو يتطرح ليه. اللي تيهمني انا هو النوايا وقرار اعضاء المجلس الوطني، لان هي اعلى هيئه من بعد المؤتمر داخل حزب الاصاله والمعاصره، وهيئه هي تقريريه، هادشي اللي كاين.